شيت. لا كيف شو الوان خاطرة؟ ها الوانك خاطرة ليش سعيد كذا؟ يا خوش قهوه جمع حش. انا ما همني القهوه، شوف القهوه انا ما همتني، انا اقصد خريج سجون انت اللي سالتك. والله ما ادري انت ايش شريت، هلي ما ادري عنها اللون هذا، ما ادري عنه، واللي ذا اللي اختار اللون. ما حبيت يعني انت ها؟ ما غيرت زي الطق معي انا، ما طقف زي في ذمتي. والله طلع والله انا في وجهك. والله طلع حق سجون حقيقه، واحد مؤبد ولا والله وش اقول وش اخلي؟ حبيت صح؟ وش اقول وش اخلي؟ والله طقت مو صبح، كل يوم شوي لون، كل شوي لون. والله حلالك يا عم ناصر، بما انك يعني رايت الشيرتات وكذا الجوده بذمه وامانه. اقسم بالله انا بطل يا ابو الحلق، والله اسطوري يا صراحه. يطول لي بعمرك، هذا براندك. اشوفه في لندن كذا. باذن الله هذا براندك يا حبيبي. يا حبيبي يا زين بيتش، ارجع ارجع خلينا نشوف بس. يا زين الزين بس. مسينا وياكم بخير، شلونكم يا جماعة؟ ربكم طيبين، علوم أخبار شيء ما ندري به. متكي أشغل جاسم معكم، يسوى الدنيا ما فيها. جاني ما عدمكم، مرحبا ملي. الله يبقيك ويطول لي عمرك. ارحب يا ابو سعد. الله يبقيك يا شيخ. يا مرحبا ملي. يطول عمرك. وش رايكم يا شباب يعني في الطقم حق؟ اقول فانتاستيك. بالله هذا الحياه. شغل انا عرفتك. ايه ترى 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 الربع. بس اخطاها. اخطاها جدا. اقول فردة الشعر. حتى الالوان مثل فردة الشعر لحالها يا ولد. بالله شو اصبر. ما شاء الله يا سلام. وش اقول وش اخلي؟ وش اخلي يا شيخ؟ ارد هيثم. لا 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 زين زين، والمقبول مقبول. نعم ما عليك يا حاج. طيب طيب يا ابن حساس، اذا جاك شخص ممسوخ في قبوله صفر والزين صفر، يعني كمثال لا لا اما هذا ما انا بفري ذمتك، ابي تفري ذمتك. أترى أبي ذمت. يا رب لا تحطوا شيء في الذمة. وصلت بيبي يا وصلت. ليش تضيع وقتك؟ صيغتهم أصلاً كذا، يجونك لا عند باب بيتك أو في المكان اللي أنت فيه، غسلوا موترك ستبونه. إيش رأيك أبو سعود؟ يقولون ينقذونك من ساعتها. على طول. على طول يقولون. ينفضون أهم شيء موترك أبو سعود، خليهم يهتمون فيه. وصهم كثير التوصيل. لا محلك ولا باب بيتك، راس الخدمه. اي والله براس الخدمه. يا حبيبي تعال، اهم شيء موتر سعد. سعد اهم شيء موتره، زبطوه. اي والله ترى معه سكنيه، ان لفيت ولا درت يمكن تكسر رقبتك. انزل لك نزول من الطابق الاول، ظني لين على طول. ما شاء الله تبارك الرحمن، طبعا هذه شركه يا اخوان مختصة في غسيل السيارات، تجيك لحد باب بيتك، تغسل موترك، تنظفه، ترتبه، تواصل معنا وين ما كنت، هذا الرابط تبعهم. لا السعد يا عز الله انه ظروفه مصلحة، مقبل على الزواج. نعم. امور نعم موسى، انا ادور من يعيني على الزواج. سمي موسى ابذار مسلمون ابذار. والله يجزاك خير. جبناك 15 ألف. ليه حطيته عشان ايش؟ لأنه سنافي. سنافي؟ هذوم سنافي. أصلاً والله العظيم. أصلاً. أجمع دراهم. سلاوي علوم أغاني. أنا بكل مالي. والله ما تقول. راس. لا. رفع قدر. قدر. يا قراني يا رجال. لا ما هو زبال. وشو؟ والله انت حرام. والله انا حرام. العلم مو بالواو، يضرب بالرصاص.